اليوم البرلمان الأوروبي أدان الجزائر، قال ندين ما يجري في الجزائر والاعتقالات وكذا وكذا وكذا. كان أحلى، كان 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 لو كان جاو يخدموا صح من أجل الشعوب كانوا يدينوا إسرائيل اللي راه تضل تقتل في الفلسطينيين. ما عندهمش ناس مجردين أبرياء يوميا الموت. والاتحاد الأوروبي تحرك ولو بكلمة. واش دخلهم فينا احنا؟ واش احنا رانا في القمع؟ رانا عايشين في بعضنا بعض. تسعة شهور والمسيرات ماشية في الجزائر ولا قطرة الدم، وتحت الحماية نتاع الجيش الوطني الشعبي وتحت الحماية نتاع مصالحنا.